الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وإياكم من النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معشر الإخوة الأعزاء، سؤال يتجدد مع كل عبادة، وهو: ما الذي يدفعنا ويجعلنا إلى فعل الطاعات وعمل الخيرات؟ ما الذي يدفعنا أن نترك الأهل والأولاد والأموال والعمل والتجارة ونقوم ونفزع إلى الصلاة؟ ما الذي يجعلنا أن نقوم بهذه الأعمال؟ ما الذي يدفعك أخي المسلم أن تترك النوم، أن تقطع النوم وتهجر فراشك وتخرج في الظلم إلى صلاة الفجر؟ ما الذي يدفعك إلى كل هذا؟ ما الذي يدفعك أن تأتي مبكرا إلى الجمعة وتقترب من الإمام وتنصت وإن طالت بك الخطبة؟ ما الذي يدفعك أن تغض بصرك عن الحرام والامتناع عن الزنا وترك الربا وعدم أخذ الرشوة؟ ما الذي يدفعك إلى كل ذلك؟ لا شك أيها الأحبة الكرام أن المحرك في كل هذه الأعمال هو الإيمان، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان إذا وقر في القلب واستضاء القلب بنور الإيمان استقام وصلح القلب واستقام، فصلحت بذلك الجوارح واستقامت على طاعة الله عز وجل، وتحركت وبادرت إلى فعل الخيرات والطاعات. فالمحرك هو الإيمان، لكن ما هو الدافع؟ ما هو المحفز لفعل الخيرات؟ فالدافع والمحفز لفعل الخيرات هو طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عنواننا في هذه الخطبة، وهذا هو عنوان هذه الخطبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون
يتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المحفزات لفعل الخيرات وعمل الطاعات. نقوم بهذه الأعمال طمعاً في رحمة الله تبارك وتعالى، طلب الأجر من الله عز وجل بعد الامتثال لأمره سبحانه وتعالى. بعد وهذا كما تعلمون هو الفارق بيننا وبين الكافر، الفرق بيننا وبين الكافر بعد التوحيد والإيمان بالله عز وجل هو احتساب الأجر. يقول الله جل وعلا: إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. معنى الآية: اشتركنا مع أهل الكفر في الألم، أنتم تألمون وهم يألمون، وافترقنا في احتساب الأجر، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أنت أخي المسلم تعمل وتتعب وتكد وتكدح، والكافر يعمل ويتعب، لكن نختلف معه في الأجر. أنت في عملك أجر وإحسان من الله، وهو ليس في عمله أجر ولا إحسان. أنت أخي المسلم تطعم أهلك وأولادك وتؤجر على ذلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: وما أنفقت من نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم زوجتك، حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك تؤجر عليها. فخير ما أنفقت أنفقت على أهلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على مسكين، ودرهم أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى الذي أنفقته على أهلك. والكافر ينفق على أهله لكنه لا يؤجر. فالفرق بيننا وبين أهل الكفر هو طلب الأجر. كل هذه الأجور العظيمة رتبها الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال جعلها الله سبحانه وتعالى لفعل الخيرات والطاعات التي تسمى بالمحفزات. المحفزات لفعل الخيرات، وهي ليست بالمقابل، بل ليست بدلا عن الأعمال الأخرى،
على عمل يسير يعمله الإنسان، مثلا مثل مشيك إلى الجمعة، مثل مجيئك إلى استماع الخطبة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، مشى على رجليه، أتى على رجليه ودخل إلى المسجد فأنصت واقترب من الإمام، كانت اسمع إلى هذا الأجر العظيم الذي نغفل عنه، كانت له بكل خطوة يخطوها أجر سنة بصيامها وقيامها، بكل خطوة له أجر سنة صيامها وقيامها. أتظن أخي المسلم أن هذه الأعمال العظيمة مقابل مشيك إلى الجمعة؟ كلا والله، وإنما هي منن ومنح وعطايا وإكرام من الله سبحانه وتعالى لعباده. وإلا أخي المسلم، فلو قارنت بين أعمالك وبين ما أنعم الله عليك فلا مجال للمقارنة إطلاقا، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنت أخي المسلم لن تستطيع أن تعد نعم الله. وانظر إلى نفسك، انظر إلى نفسك وعد النعم، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الشم ونعمة الذوق ونعمة الجلد الحي ونعمة القلب، نعمة الرئة، نعمة المعدة، نعمة اليدين والرجلين، نعمة العقل، نعمة الفهم، نعمة البيت، نعمة الزوجة والأولاد والأموال، نعمة الصحة والعافية، نعمة الأمن. فلن تستطيع أن تعد هذه النعم، فضلا أن الله سبحانه وتعالى خلقك إنسانا وما خلقك شيئا آخر، وخلقك مسلما موحدا وما خلقك مشركا كافرا. نعم لا تعد ولا تحصى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمضني الله برحمته. ولذلك جاء في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله جل وعلا في جزيرة في وسط البحر، والله جل وعلا فجر له من البحر، فجر له من الماء المالح عينا عذبة يشرب منها، وأنبت له شجر من الرمان يأكل منها.
فعبد هذا الرجل عبد ربه سبحانه وتعالى 600 سنة، ثم لما اقترب أجله واقتربت نهايته سأل الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه وهو ساجد، فاستجاب الله عز وجل لدعاء عبده الصالح فقبض الله روحه وهو ساجد، فنزل أمام الله، فقال الله عز وجل لملائكته أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال العبد لا يا رب بل بعملي. يعني عبادة 600 سنة ليست بالقليلة، ليست بالهينة، ليست بالسهلة. قال لا يا رب بل أدخل الجنة بعملي. فقال الله عز وجل لملائكته زنوا أعماله بنعمي. فوضعت عبادة 600 سنة في كفة الميزان، ثم جيء بنعمة البصر، فقط بنعمة البصر، فوضعت في كفة الميزان فرجحت نعمة البصر. فقال الله جل وعلا أدخلوا عبدي النار، فقال العبد لا يا رب بل برحمتك بل برحمتك بل برحمتك. فقال الله جل وعلا له عبدي من الذي خلقك وأوجدك برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال له من الذي فجر لك الماء العذب من الماء المالح برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. من الذي أنبت لك شجرة الرمان برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. من الذي أعانك على عبادة 600 سنة برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. فقال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فمهما قارنت عملك بنعم الله فلا وجه للمقارنة إطلاقا، والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده وفضله جعل أعمال، جعل أجورا، جعل ثوابا على أعمال تعملها النفس البشرية بطبيعتها بفطرتها، مثلا مثل حنانك، مثل عطفك وحنانك على أولادك، نفقتك على أولادك، معاشرتك لزوجتك، تؤجر على ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ قال أرأيتم لو وضعتموها في الحرام أكنتم تأتمون؟ قالوا نعم نأتم. قال لهم أفتحسبون الإثم والوزر ولا تحسبون الأجر؟ فالرجل يأتي زوجته ويؤجر على ذلك.
بل لقد جعل الله أجورك حتى على إكرام البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بغيا زانيا من بغايا بني إسرائيل، بغيا من بني إسرائيل كانت تمشي فرأت بئر، نزلت إلى البئر وشربت، فلما صعدت فلما خرجت من البئر رأت كلبا يلهث الثرى يأكل الثرى من شدة العطش، يأكل التراب، يلعق التراب من شدة العطش. فهذه المرأة رجعت، نزلت إلى البئر مرة أخرى، وما كان عندها إناء أو وعاء تضع فيه الماء، فنزعت موقها، خفها أو حذاءها، ووضعت فيه الماء، حملت فيه الماء، وعضته بأسنانها، ثم صعدت من البئر وسقت الكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها. فتعجب الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرك؟ قال: نعم، إن في كل كبد رطبة صدقة. حتى أخي الكريم، حتى لو وضعت إناء أو وعاء على سطح دارك وشربت منه الطيور تؤجر على ذلك، شجرة في دارك تأكل منها الطيور وتتغذى عليها الحشرات تؤجر على ذلك. انظروا إلى هذه الأعمال. اللهم اجعلنا من الذين يفعلون الخير ويعملون الطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معشر الإخوة الأعزاء، هذه المحفزات لفعل الخيرات وعمل الطاعات هي التي دفعت الصحابة رضي الله عنهم على التنافس والتسابق إلى فعل الخيرات. وإلا ما الذي جعل أبو الدحداح رضي الله عنه أن يتصدق بحائطه، أن يتصدق بمزرعته كلها، وكان في مزرعته 600 نخلة، من أجل ماذا؟ من أجل نخلة واحدة في الجنة. وما الذي جعل أبو طلحة رضي الله عنه الذي ذكرنا قصته في الجمعة الماضية أن يتصدق بالأفضل ماله؟ وما الذي جعل عثمان رضي الله عنه أن يجهز جيش العسرة إلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ وما الذي جعل عثمان أن يشتري بئر روما ويهبها للمسلمين؟ وذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فاشتراها عثمان. كل هذه الأجور العظيمة رتبها الله سبحانه وتعالى لفعل الخيرات.
وعمل الطاعات عمل يسير وفوز كبير عند الله سبحانه وتعالى. هناك أيها الإخوة الكرام، هناك أعمال يستطيع عليها الأغنياء ولا يستطيع عليها الفقراء الذين يحتجون على الله، أعمال يستطيع عليها الأغنياء ولا يستطيع عليها الفقراء، فجعل الله للفقراء نفس الأجور في أعمال يقدرون عليها. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقير مثلا الغني يستطيع أن يحج بيت الله الحرام والفقير لا يستطيع، من أين يأتي بالمال فيحرم من أجر الحج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، من مشى إلى صلاة مكتوبة يعني الفريضة في جماعة صلى في جماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة، وهكذا. ماذا تريد؟ تريد أن تبني لله بيتا؟ ابني مسجدا يكون لك بيتا في الجنة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. تريد أن يغفر الله لك ذنوبك، ما مضى من ذنبك وما أسلفت من خطايا وعيوب؟ يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى لله ركعتين لم يحدث بهما نفسه، أي لم يسهو فيهما، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، لا تستطيع أن تصلي ركعتين؟ فاسمع إلى البشارة الأخرى. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. ماذا تريد؟ تريد حسنة بلا عمل موجودة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة. تريد حسنات كالجبال موجود؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ماذا تريد؟ تريد أجورا أعمالا، تريد أجورا لا تعد ولا تحصى؟ فاصبر عند المصيبة واحتسب، كما يقول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تريد أجورا لا يعلمها إلا الله، فمن عفا وأصفح فأجره على الله. تريد أن يصلي الله عليك، صلي على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. تريد أن تدرك شفاعة النبي يوم القيامة؟ اسمع إلى النبي ماذا يقول. يقول من صلى علي حين يصبح 10 مرات وحين يمسي 10 مرات أدركته شفاعتي يوم القيامة. تريد أن يسترك الله؟ استر مسلما، كما يقول عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأجور حتى لا تأتي يوم القيامة وتقول يا رب ما كنت غنيا وما كنت قويا
وما كنت أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر. تستطيع أن تقوم لعملك، وتستطيع أن تطعم أولادك وزوجتك وأهلك، ولا تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر. سبحان الله، حجة عليك يوم القيامة. كل هذه الأعمال جعلها الله سبحانه وتعالى أعلى الدرجات في الجنة. ولذلك جاءت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، دلني على عمل أعمله فقد كبرت وضعفت، يعني لا أستطيع أن أعمل، لا أستطيع أن أقوم بعمل، دلني على عمل أقوم به وأنا جالسة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كبري لله 100 مرة، واحمد الله 100 مرة، وسبحي لله 100 مرة، فهي خير من 100 فرس ملجم في سبيل الله، وخير من 100 بدنة، وخير من 100 رقبة، فقط بالتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح. تريد أخي المسلم أن يحفظك الله عز وجل في يومك كله؟ تريد هذا؟ صل الفجر في جماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في حفظ الله ورعاية الله. تريد أن تبشر بالنور التام يوم القيامة؟ صل الفجر والعشاء في جماعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أين نحن من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ننافق؟ ولماذا نكذب على أنفسنا؟ لماذا هذا النفاق؟ لماذا نحرص على أعمال الدنيا كل الحرص ولا نحرص على عمل الآخرة؟ تريد براءة من النفاق وبراءة من النار؟ موجود. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى 40 يوما لله يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام، تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. ولكن الناس في غفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الأجور أيها الإخوة وأيها الإخوة جعلها الله سبحانه وتعالى برحمته وإكرامه وفضله وجوده لعباده. اللهم اجعلنا من الذين يفعلون الخيرات ويعملون الطاعات، واجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات في بيوت رب الأرض والسماوات. اللهم يا ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربي نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسقنا بيتا نافعا. اللهم اسقنا بيتا نافعا. اللهم اسقنا بيتا نافعا. اللهم اسقنا بيتا نافعا، ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. ندعوك دعاء الخائفين، ونرجوك رجاء السائلين، ألا تؤاخذنا بأفعالنا. اللهم يا رب ارحمنا برحمتك. اللهم اسط عبادك وبهيمتك. اللهم اسط عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم اسط عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. يا رب نحن فقراء، ارحمنا برحمتك. يا رب لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا وأنت
رازقنا وأنت رازقنا ومولانا ومولانا جل جلاله. اللهم يا ربي نسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت أن تشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك واحفظهم بحفظك واسترهم بسترك. اللهم جنب المسلمين في كل مكان الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب احفظ دماء إخواننا في سوريا، اللهم احفظ أطفال سوريا، اللهم احفظ شيوخ سوريا، اللهم احفظ نساء سوريا، اللهم ارزقهم الأمن والأمان والسلامة والإسلام والرخاء والاستقرار. اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يا رب لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك رؤوف رحيم. اللهم يا رب اجعل بيننا المودة والمحبة والألفة والرعبة. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واجعل بلدنا بلد المغرب بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين جلالة الملك محمد السادس. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم أله الحق حقا وارزقه اتباعه، وأله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بارك له في صحته وبارك له في عمله الذي يقوم به، وبارك له في أولاده وفي إخوانه وفينا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. شباب اللهم يا رب فرج عليهم، اللهم فرج همهم، اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء حزنهم وذهاب همهم وغمهم. اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن، اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، اسمحوا لي أن أقول لكم وأبشر من أراد البشرى، واسمحوا لي على هذه الإقالة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأنتم الرابحون إن شاء الله بهذه الإقالة. هذه الإقالة ستجدونها إن شاء الله جبالا من الحسنات. هناك عمل جبار، صدقة لعلها وهي صدقة جارية لا شك في ذلك، لأن الناس يمرون على هذا الطريق والجنازة أحيانا تمر عبر هذا الطريق، هذا الواد الذي وراء المسجد. والله إخواني أدعو الناس أو أناس اللي عندهم اتصال بأناس آخرين في الخارج، خارج المغرب أو داخل المغرب، أن يتطوع، أن يتطوع. كل واحد منا يستطيع أن ينفق أقل من 500 درهم، كل واحد منا يستطيع 10 أناس فقط أو 20 رجلا يستطيع أن يبني هذه القنطرة، لأن المصلين يأتون منها إلى المسجد والجنازة تأتي منها إلى المقبرة. والله فهي صدقة جارية تنفعك في دنياك وأخراك. تطوع أخي الكريم، تطوع أخي المسلم، وفكر في هذا الثواب وفي هذا الأجر العظيم. اللهم يا ربي بارك لنا في أموالنا، والحمد لله رب العالمين.